أن التعقيم مستمر لخيام المعتصمين وتعفير المكان ورش هذه المادة لحماية الخيام من انتشار كورونا. طبعا هناك حملات مستمرة لتعقيم الخيم، باليوم ما يقارب 4 مرات يتم تنظيف الخيم وتعقيمها من قبل مجاميع من المتظاهرين. هذه المجاميع صحية، تعفير المكان بالكامل. الحملات لا زالت مستمرة داخل الساحات، والمتظاهرين لا زالوا مستمرين باعتصامهم حتى تحقيق المطالب. رغم انتشار وباء كورونا إلا أنهم مستمرين بصمودهم وقوتهم في الساحات.